طيب انا سؤال الحقيقه عايز اساله لحضرتك بالنسبه لمباراه بيروت اللبناني. المباراه كانت قريبه جدا في النتيجه. اخر حاجه انت عملتها خدت قبل 6 ثواني من نهايه اللقاء، خدت وقت مستقطع قلت في حاجه للاعبين نزلوا نفذوها كسبنا. هل ده شيء متفق عليه او انت دايما بتعمله في التمرين؟ في الحقيقة كمدرب لدينا الفرصة لأن نطلب وقت مستقطع، وعادة نترك هذا لنهاية المباراة وفقا للظروف الخاصة، وهذه الفرصة كانت هامة جدا في هذه المباراة، وأيضا كانت لدينا فرصة أن نقوم بهذا والكرة الأخيرة، وكنا نتحدث عن بعض المواقف التي كنا يجب أن نحققها وطريقة يجب أن نلعب بها. تومسون تحديدا هو أقصر واحد في يعني من الناس القصيرين في الملعب، يعني أنت خليته هو اللي يحط مخاطرة كبيرة جدا، ولكن هي لعبة أو طريقة متفق عليها مظبوط؟ كان هذا وفقا لوضع الكرة وإعطاء الكرة للشخص الذي لديه الفرصة لأن يحقق أو يحرز هدف، وكان لدينا الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون إحراز أهداف، وفي هذه الثواني الأخيرة يجب أن نثق في اللاعبين الذين لديهم فرصة لتحقيق الأهداف.